السلام عليكم، كيداير لاباس عليكم؟ هانيا مرحبا بكم في قناة شيوات أم حصة. اليوم إن شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم مادلين أو كوب كيك. على بركة الله غنبداو بالمقادير. عندنا جوج بيضات، عندنا كاس مع رماش ديال سنيدة، عندنا نص كاس نتاع الزيت، عندنا كاس نتاع عصير الليمون، عندنا جوج معلقات نتاع الزبدة الذوبة مذوبة، عندنا وحدة نون، عندنا قشرة نتاع حامضة نتاع ليمونة، عندنا الملحة، عندنا هنايا باكية ونص ديال خميرة الحلوة، وعندنا فانيا، وعندنا الطحين. على بركة الله غنبداو. غادي نحلو جوج بيضات، قبيصة نتاع الملحة، شوية واحد نص معلقة تاع الملحة، أو كاس لاروب تاع سنيدة، وغادي نخلط هادشي. نص كاس نتاع الزيت، كاس نتاع عصير الليمون، وحدة نون ياغورت. هاد المادلين كيجيو زوينين بالنكهة نتاع الحامض. واحد المعلقة نتاع نتاع الليمون، وواحد جوج معلقات نتاع الزبدة مذوبة، فانيا، و باكية ونص نتاع الخميرة. ما ديروش جوج باكيات حيت لي مادلين غيفيضو ليكم وغيخمر بزاف. صافي غنحركو مزيان دابا غنبقاو نزيدو الطحين ديالنا شويه بشويه. الخليط كنخليوه قاصح شويه، ماشي بحال الخليط نتاع الكيك. الخليط نتاع الكيك كيبقى خفيف شويه، هذا كنخليوه شويه قاصح باش المادلين ديالنا كيجيو زوينين. ها هو الخليط ديالنا واجد. دابا ها هو الخليط كيف كيجي، ما قاصح بزاف ما خفيف بزاف، كيبقى ما بينه وبين. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا، حنا شدينا الكويطات درناهم في القالب، درناهم في المول. هادو ها هادو كيكونوا كبار شويه، كنحطوهم بحال ما هكا صافي، وكنشدو الخليط ديالنا، كنبداو نعمر في الماء الخليط. ما قاصحش بزاف ما جاريش بزاف ما بينه وبين، كنخليو الخليط شويه قاصح شويه ماشي بزاف، كنهزو وكنبداو نعمرو في الكويطات. ما كنعمروهمش بزاف حيت مازال غيختمروا، الا عمرناهم بزاف غادي يفيضوا لينا. كنعمرو غير النص، كنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنعمروهم كاملين. وغادي هكا مستمرين حتى نعمرو كاع الكويطات ديالنا. هاهي الكمية عطاتني 12، دابا غنخلي
هاد اللي ما طليني خمامه واحد 10 دقائق. اللي ما بغاش يخلي مختمه ممكن يدخلهم من الفران غير يكملهم يدخلهم من الفران، ولكن انا كنخلي مختمه شويه باش كيجيو زوينين وكيجيو شفشي من الداخل. غنخليهم واحد 10 دقائق وعاد من بعد نشعل عليهم الفران. ها هما لي ماطلين ديالنا طابو، ها هما كيجيو زوينين كيجيو غزالين مشفشين. دابا غنفينيوهم وغنزوقوهم. هادي نبداو ندهنو بالمربى، يعني الكونفيتور هكا. ممكن ديرو اي نوع ديال المربى، انا هذا غندير المربى تاع الفريز. غادي ندهنو مزيان، من بعد غنشدو الفيرنيسيل ديالنا وغنزوقو به. ممكن تزوقو باش ما بغيتو، كيبقى اختيار ديال كل وحدة. ممكن تزوقو باللوز افيلي، ممكن تزوقو كاوكاو، اي حاجة. ندهنو مزيان هكا باش يبغي يلصق لينا عليهم الفيرنيسيل ديالنا بحال هكا. بقاو غاديين هكا بهاد الطريقة. نزيد نصايب معاكم وحدة وحدة اخرى بحال هكا. غنشدو الفيرنيسيل ديالنا وغنحطوه من الفوق. بقاو غاديين هكا مستمرين تنكملو الكمية كاملة. ها هما لي ماطلين ديالنا البنات، ها هما كيجيو بهذا الشكل من بعد ما فينيناهم، كيجيو فنين. انا كنصايبهم لبنياتاتي كيديهم معاهم الكوتي ديال المدرسه، كيجيو احسن كاع من ديال الزنقه كيجيو. ها انا نحل معكم وحده نوريها لكم. هانتوما كنتمنى من حيت باقي سخونين كنتمنى منكم تجربوهم. كيجيو بهذه الطريقه مشفشين فنين، كيجيو غزالين. نتمنى منكم تجربوهم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساونيش من لايك ومشي تعليق يكون زوين بحالكم، وتابونوا مع القناة باش يوصلكم كل جديد. بسلامة عليكم.